السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في قناة عيش الكوكتيل المصري. النهاردة بنقل لكم صورة حية من سوق السيدة عائشة لطيور الزينة. بنتابع مع بعض حركة البيع والشراء. في بعض الناس ما تعرفش إن في سوق يوم الحد. طبعا في سوق يوم الحد، لكن بتبقى حركة البيع والشراء أضعف بكتير من سوق الجمعة، والمعروض كمان في سوق الجمعة بيبقى أكتر بكتير من سوق الحد. حابب بس أفكركم اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا فيديوهات قيمة. وبس حابب أموه إن إحنا الحمد لله بنعمل تقرير بوصف مفصل عن أسعار التداول وأسعار اللم يوم الجمعة بأمر الله. النهاردة كان متواجد الكوكتيل والبادجي. النهاردة متوسط أسعار زغليل الكوكتيل اللاتيني 350 جنيه، وبالنسبة للكبير الشغال 500 جنيه، بالنسبة للكوكتيل الحبشي من 250 جنيه ل 300 جنيه، والزغليل بتاعت الحبشي 160 جنيه و150 جنيه للجوز. متوسط أسعار البادجي الأسترالي النهاردة سعر الزغليل بيعمل 80 جنيه تداول، والكبير من 100 ل 120 جنيه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله يوم الجمعة في امان الله.